يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام. كما أعرب الرئيس السيسي عن الإشادة والثناء البالغين بما شهده ولمسه من حسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لمجموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.